هنا البنات شوفوا، غادي ندير دابا واحد السلطه. هنا غادي ندير القمح، غادي ندير فيه شويه الملحه. هنا راه درت الزيت هو الاول البنات، هنايا هذا القمح هذا البنات، هنا راه دايرين 10 ديال الدقيق باش كيطيب، شفتوا يعني ما كيهش طياب بزاف. غادي نشوف شويه الزعتر، ورقة سيدنا موسى باش يكون منسم. هذا ندير شويه الثومه، هنا شويه البصله واش غطيح ولا لا. نحركو البنات ونخليوه يطيب. هنا الحل، نجيب غير معلقة باش نشوف. هنايا اللحم البنات راه بدا كيطيب، هنا اللحم درت فيه غير درت فيه الملحة ودرت فيه الكمون وشوية الهريسة، صافي غادي نخليه يطيب. صافي راه قراب يطيب، غادي نعاود نسد عليه واحد اللحيمة كانت بقات عندي ما عرفت فين هي. المهم البنات غادي نعاود نسد على هذا ونخليه يطيب حتى يتحمر ليا بديك الزويته ديالو. من ما طابت هذا صايبتي شليط اخرى وندوزو للشهيوه اللي كتعجبنا. دا ونور هان، هنايا درت مطيشه مع شويه ديال الثومه مع الزيت حتى طابت مزيان، وزدت ليها شويه ديال الدنجال. هنا كانوا عندي واحد جوج دنجالات شويتهم وحيدت ليهم القشره البنات، درت ليهم شويه ديال الليبزار، الكمون، شويه ديال التحميره والملحه، طبيعه الحال الثومه راه سبق ودرتها. هنايا ما عنديش قزبر ومعدنوس فما درتهمش البنات، صافي كنبدا نمعك فيهم بالفرشيط وندوزو لشي شهيوات اخرين. اليوم بغيت نبرع ندى ونورهان صراحه بشهيوات هما كيحماقوا على الزعلوك، اللوبيا، العدس، يعني كاع داكشي هما ما عندهمش مع اللحم، عزيز عليهم غير بحال التخربيق هذا. فكنحاول اليوم ما امكن انني نصايب لهم الشهيوات. الشهيوات وجدوا البنات، هنايا داك القمح اللي سبق وحضرته معاكم، كذلك اللحم هنايا محمر في الكوكوت بلا زيت بلا زبده، الزعلوك كذلك. قديت ليهم الخضره سوطي البنات، درت معاهم دي بروشيت ديال الموتزاريلا وديال الماطيش، يعني ذوقت. قديت الطبله يشوفوا البنات الطبلة، هاني مزوقة ومقاداها ومعوضاها ليكم باش نبيعها.
كاين حتى داكشي اللي كيعجبكم اختي. سربيو نورهان يلا نوضك بيضه نوض. نورهان شوف خاك ديرها في الفريكو والو ما بردتش اصلا الثلاجة عندنا ما تبردش ياك اسمع معلم نورهان شوف نورهان اجي جيب لي اجي جيب لي تحتك عرفتني غادي نشد فيها البنات وغنبقى نعير فيهم ولا مشعكة يدي زيت تعاود تخدم فيديو اخر. جات تغسل الطبلة؟ زوين. خلوها. يلا. لا 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 هبط رجلي اش كنت تقول لي بابا القمار والله إذا شو والاخرى هي مبطحه عيانه مدقدقه رخيكم الصهد البنات انا تانا راسي طالع اكثر من بناتي انا شو دابا مع الصهد مع الحراره كندوشو كل مره حيد اختي الصوت ثلاثة المرات أربعة في النهار أنا بعدا كاين على راسي تنتخشى تحت من روبيني واش تتوما بحالي ولا لا أسول البنات تنقول في الأول غادي يكون الما بارد وتنلقاه طايب من روبيني تنتحلى تنجلس حق لهم باش يجيبوا لنا الما غالي فهاد الشهر هذا هو بما أن عندنا الصاه ديال البنات ياكو ياكو ولا مشيناش درتي تسخفتي ولا شنو؟ ندى مع ندى راه بحالي انا البنات كيهبط ليا الطونسيون ما تقدرش على الصحه تقول لي سخون عندي مدح لي سخون بحال ندى ندى حتى هي ندى حتى هي كتسخف انا بعدا انا وحنان اختي حنان اختي ملي جات من بن سليمان وهي كطيح كتسخف تتفقد الوعي حنان اختي صافي تيبقاو يرشوا عليها الماء سميتو وتعطيوها الماء والسكر غير باش بزز باش كتنوض ما تقدرش على الجو ديال الحراره ديال هنايا انا كيهبط ليا الطونسيون البنات انا واخا هكا كنبقى كنقاوم شويه ولاني ما تنقدرش على الحراره وما كنقدرش على الصهد ومع ذلك انا تنقاوم نادى نادى سخفت ليا البارح عرفت شو البنات داكشي علاش فاش قلت لكم على حساب العيد قلت لكم راه كاينين مسؤوليات اخرين البنات راه ماشي كاين غير الحولي او نبدا نتباهى حق شري تحولي كبير حق هادي لان عندي مسؤوليات في العيد حنا شرينا حوليه قلت لكم كاينين مسؤوليات اخرين البنات اباغ على الكرا 40 الف ريال للشهر اباغ على ونسافر بناتي كاين بزاف ديال الحوايج فانا خطيت خطيت كليماتيزور البنات شتو كي دايره دايره بحال ماكينه الصابون تتجر انا هذا فين ما مشات هذه دابا راه ديت حتى لعند ما لا لا تبقى خافت خافت لو تعرف لا لا ما لي دايم خشيه هادي دابا البنات عرفتوا انا عندي لكم القصه ديالها بعدا انا فرحانه بزاف فرحي وزعدي شريت لبنتي الكليمه اللي كانت باه ايوا انا تاتي وعلاش تقولي بنتي زعما بنتي نادا وبنتي نورهان بناتي ها تما هكاك هكاك نورهان غتوري ليا ماشي انبوستر ماشي انبوستر تي تتلعبي لعبه عشان البنات والنامسينا كانت نادا سخفات بالصهد الحرارة الموت قلت ليها عرفتي اش غادي ديري بنتي يلا نمشيو انا وياك نديك المرجان نشري لك واحد الفرفاره والله العلي العظيم لك كنت معوله على فرفاره ديال 4000 ريال مشينا بحال ما هكا يلا دخلنا كنلقى داك الجو بارد وزوين مرجان قلت لك كنت حابه نخدم معاهم في لاكين نقولوا لي ولا بغاو دوزر يا صاحبي عندك مع الحسابات ايوا تلعبونا
عرفت البنات والله الا كنت غاديه معوله غير على فرفارق صافي، لان هاد الشهر هذا ديال العيد وديال تيكون فيه المصاريف بزاف، قلت غادي ندخل مدرسي، قلت غادي نشري غير فرفاره ديال 4000 ريال ولا 5000 نادا، باش هكا ما تبقاش ديك تتسخف وتطيح لها الطونسيون، مازال انا راه تنستحمل. ايوا يا البنات مع وقفت حدايا تعطيني واحد البروديه، ولقيتها بقات وحده في السطوك، كان شرا واحد الراجل ولكن ما جابش الفلوس، واو مشى خرج باش يخرج الفلوس ويرجع ما لقاهاش مسكين. ايوا داك الولد اللي خدام تما قال لي شوفي صباح نصحك هادي راه واعره، راه شي حاجه اللي زوينه، قال لي خصوصا انها كتجر، يعني هادي البنات ماشي ديك اللي كتبقى غير هذا تيول اللي اللو خاصو تيتبرونشا في شي حيط ولا المهم تيخرج كاين فيها واحد تيول. البنات هادو بحال شكل دوك ديال العراسات، ولكن هادي غير ديال البيت صغير على حساب شومبر ديال البنات باش يبقاو يتبردوا فيه نور هان ونادا فهاد الصيف هذا، كاع الله على الضو ثاني شوفوا شحال غيجينا. المهم البنات فاش الولد شكرها ليا وعجبتني البروديه ديال لقيت نادا دايرها هكا وحده، قلت لها نادا المهم ترى حنا جايين معولين على فرفاره، قالت لي عافاك الله يحفظك والله يحفظ لك امي امتك الا ما هذه اللي عجباني صافي ديتها ترى خاصك تغني دابا ديتها والله ما خليتها ياك بنيت الله يخليني لكم يا ربي امين الله يعطينا الصحه فكرة الصهد بزاف الصهد بزاف. المهم البنات وانا ناخذها واخيرا سهل عليا الله فيها وخديتها هذه، صراحه كنت باغا اول حاجه كنت باغا نشري ماكينه ديال الصابون لانها خاسره ليا، ولاني ملي كنت بغيت نشري ماكينه ديال الصابون خاسره عشان عندي هذيك اللي عندي، ولاني ملي هذه نادا دعقات بالصهد وسميتو صافي انا نعقب، قلت فيا خاصني نشري كليماتيزور نشريها باش يتبردوا البنات، اللهم ناخذ هذه وخديتها البنات. المهم هانتوما اللي شفتوا هذا هو الكليماتيزور، يعني تنشوفوا الضوء نشوفوا الضوء عاد نقول لكم البنات الله يتنقول لكم الا كان تيجي الضوء غالي غنقول لكم وياكم تشريوه بحالها، راه يجيكم الضوء غالي راه تكحل عليكم في الضوء، الا كان ما تجيبش الضوء غالي غادي نقولها لكم البنات. ها هي الكرتونه ديالها شفتوها، ايوا صافي هذا هو مكان البنات، شاركت معكم اشنو خطيت، هذه الثمن ديالها البنات تتبقى ب 4000 درهم نقولوا ولا ما نقولوش 3999.99 هذه كتبقى البنات ب 4000 درهم، داكشي علاش داك النهار تنقول لكم راه انا اللي عارفه حساب ديالي البنات، وانا اللي عارفه شنو كندير وعارفه المسؤوليه اللي تابعاني والمصروف اللي تابعني، خديت هذه وصافي الله يعوضني خير البنات، لا تيمبوك يجيني الضو غالي ونوريك خرج منك كليمه ونخرج منك هذوك تضحك نويدة الله يخليني لكم بنتي يا ربي امين. انا فكون ديال نويدة المهم البنات شاركت معكم اشنو خضيت، تخليوا لي التعليقات ديالكم اللي عندها بحال هذه البنات في الدار وتقول لي واش كتجيب الضو غالي ولا لا، واش نخلي بخدمه ولا نحبس عليه ولي ندير لي بالوقيته والتوقيت، ومره الصراحه الشاشه ديال 100 ريال ومره نعاود فيها البيع قال لك، وما الصراحه البنات من عندك وما الصراحه البنات واخا هكاك راه ماشي كتضل النهار كامل، يعني من وراء الغداء اللي ضروري خاصك الوقيته ديال النعاس حتى تيأذن المغرب هذا هو الوقيته ديالها. المهم البنات الله يرضي عليكم الله يحفظكم، الكويدات ديالي اللي عندها بحال هذه تقول لي واش نخليهم ولا لا، واش كتجيب الضو غالي او لا كتجيب الضو يعني مويان، لحقاش كاين بعض الكلمات اللي كيسحقوا الضو وكاين بعض الكلمات اللي يعني كيكونوا رفاقين في الضو، تنصحوني قولوا لي اشنو اللي كاين البنات، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله على القناه. السلام عليكم، ما تنساوش ديروا بحال الشيوات اللي درت راهم جواعرين.